سلام البنات، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في قناتي سميحه شانيل. كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله راح نديروا شوفلاغ مقلي. يلا هنشوفوا طريقه مع بعض. هنا يا راني بديت الفيديو كنت بديت لكم بالشوفلاغ كيفاش راح نقيه، وبلاني حبيت نوريكم هذه الصوره باش نهدر لكم شويه على التخزين تاعي للشوفلاغ. انا هكايا كي نجيبو جديد نديرو في البابي فيلم ونخبيه في الجدار باش هكا يبقى لي مده طويله وهو محافظ على يعني لا فريشور تاعو يكون جديد. فوالا هذا يعني راه عنده مده هو في الجدار، نسيتو كامل. شوفوا كي خرجتو كيفاش كانت يعني هاوليك، شوفوا كيفاش بدا افان بدا يجي هذاك وين يخسرهاكم على بالكم. هنا وريت لكم طريقه كيفاش نقي الشوفلاغ قبل نحو الراس، هذيك يعني الملتحت تاعو هذيك الخشينه كامل نحيها، ومن بعد نحي لها الوراق وهكايا يعني باش نوري لها المبتدئات على بالي بلي كاع نعرفوا نقوا الشوفلاغ. هنا بعد ما نقيته غسلته وكل شيء شللته بيان سور وحطيته في الكسكاس وانا راح نفوره. بيان سور انا نفورو ما نغليهش باش ما يشربليش الماء، ما نحبش نغلي. الوغ درت له وريقه تاع الرن، تحبوا ديروا حتى زوج وزوج سنينات تاع الثوم ما حبيتش نقيهم. جبتهم ديريكتومون هكا ثقبتهم ونحطهم ديريكتومون في مع الشوفلاغ نتاعي باش يعطي هذيك البنه. وتان ديروا الملح، لازم الملح ضروري. هنا راني ما صورتش الملح، سبحان الله بيش علاش دائما نقص حاجه. وهنايا جبت التتبيله يعني باش نغطي وهذيك هذاك الشوفلاغ تاعنا بعد ما يطيب. درت سنينه تاع الثوم مع المعدنوس ورحيت بالميني اشواخ هكايا بهاد لا فاسون. ومن بعد نوري لكم كيفاش لازم يترحى تماما باش هذا هو اللي راح نخلطوه مع البيض والفارين اوكي مع باقي التوابل بيان سور. دوكا تشوفوا لا سويت معايا. فوالا هنا راني جبت البيض، هنا راح ندير 5 حبات تاع البيض لهذاك الراس كيما شفتوه تاع الشوفلاغ. حطيت 5 بيضات كيما راكم تشوفوا، بيضات عاديين كبار لاباس عليهم ماهمش صغار. فوالا هنا كنت وريت لكم كاع المراحل. وبعد نديروا التوابل بيان سور، يعني راح تشوفوا بطريقة تاعي العاديه اللي نديرها انايا كل ما نحب نقلي الشوفلاغ. حطيت الفلفل الاحمر يعطيني جو، يعطيني جو ولون لهذاك هذيك بعد ما يتقلى يعطي له لون. فوالا فلفل كحل بيان سور، شويه تاع الكمون، هنايا الثوم ثاني. انا ما حبيتش نشوفوا نعطيكم مقادير تاع التوابل بالمعايير، يعني زعما مغرف صغيره ولا شويه على راسنا، باسكو الثومه حرين في النهايه كيفاش حل كيفاش تحبوا لوغو تاع هذوك التوابل اوكي. ومن بعد زدت هنايا المعدنوس والثوم هذوك اللي كنت رحيتهم حطيتهم معاهم هكايا، خلطت شويه باش نبداو نزيدو لا فارين. راه الطريقه بزاف سهله، ولا بالكم بلي كاع نحبوا الشوفلاغ طايب بهاد الطريقه. راه بنتي دايره حاله بالعياط، ما باليش نفحت لها كشفتني نهضر ما عليهاش. جوزوها. هنايا بديت نحط في الفارينه نبدا نخلط كيري بهرتها. فوالا هاي لي كنايا نخلط كلش ونبدا نشوف لفات تبدا تثقال لي تثقال هذيك هذاك الخليط تاعي. نحبس مع الاخر نولي لكم يعني هنا راني بديت نزيد الفارينه، من بعد نزيد الملح بيان سور كيما شفتوني دوكا نزيد الملح. راني هنا راني ما نسيتش نصوره لكم. وراح نزيد الخميره تاع الحلوه و لا واحد الفكره ثاني دوكا نزيدها لكم. سيناستيوس المهم في هاد لا فيديو راني وريت لكم بلي ديطاي. فوالا هذا الملح، وهنا راني درت مغرف تاع المايزينا، هذه لاستيوس باش هكا كي تقلى يجيكم تجيكم هذيك القشره اللي من الفوق تجيكم يعني فيه واحد القرمشه، فيه واحد يعني
جي خير بعد ما يعني ماشي فرق كبيرة، ماشي فرق كبير، باسكو لو فات تحطوه شوية بيان سيغ راح يعاود يرجع يطلق روحه. اوكي، وزدت لا فارين، كنت درت بالك راكم شتوني درت شوية تاع خميرة الحلوى. اوكي، هنا زدت شوية مايزينا، يعني هكايا راهم زوج مغارف نتاع المايزينا. هكايا جاني نشوف القوام اللي هنا بدا ثقال، شوفوا هنايا صاي نبدا ندير الشوفلاغ تاعي نغطسو في في هذا الخليط ونحطو في الزيت، تكون سخونه الزيت لازم تكون سخونه باش هكايا الشوفلاغ تاعكم ما يشرب لكمش الزيت. اهم حاجه ما يشرب لكمش الزيت، راه يولي يخلع، ما يتكلش يشرب الزيت، يعني كاتاستروف. لازم تكون الزيت قاويه كيما راكم تشوفوا باش ليه ليه تتحمر، عندك غير القشره هذيك اللي تحمر، هذا ما كان يعني البيض اللي فيه والفارين هذيك غير تحمر. زيدوا يعني المهم طيبوه مليح، حمروهم مليح، ومن بعد وحطوهم في هكايا الطبسي اللي راح تحطوها فيه، زيدوا حطوا بابي سويتو باش هكايا تشرب لكم شويه هذاك الزيت، ما يجيكمش بزاف مزيد، راح يجيكم بزاف بنين، سيرتو عارفوا العبر تاع الملح هذا ما كان باش. وما تبيكم ما تنساوش تملحوا الشوفلاغ، تملحوا الشوفلاغ وهو يفور باش هكاك يجيكم بنين من الداخل. لا راكم لا مفورت ما بدرتوش ملح في التفويره، ما كشغل ما درتو والو، يبقى ناقص الجول داخل. اوكي، هكايا تكملوا تقلوا كامل الحبات تاعكم حتى نتكملوا. شوفوا نوري لكم تاني، انا نحبوا هكايا، وتان هذه درت لكم ناشف، تحبوا ديروا له صوص بلانش سواء باللحم سواء بالدجاج، ديروا له حميصه بيان سور شويه تاع المعدنوس وديروه مع هذا الشوفلاغ، يعني تحطوا الشوفلاغ تاعكم ومن بعد تحطوا هذيك لاصوص بجيه، اللي يحب يسقي لاصوص اللهم بارك، اللي ما يحبش يسقي ويحب ياكلو ناشف انتيكو بيان. هذه هي، وتاني التاني كانت عندي تفكرت واحد الحاجه وهي راحت لي، يا ربي نسيت. ايه فوالا، كي تكونوا تفوروا في الشوفلاغ تاعكم بلا ما نوصيكم، لازم كي تبعوا تاسوه باش هكا ما يطيحلكمش في التفويره، ما تخلوش يفور يفور حتى يطيب خلاص يطيح، دخلوا شويه في الموس في الحبه تاع الشوفلاغ اللي تشوفوها كبيره كامل. لو فات تكون طابت صاي اطفو النار، غير تشوفوا باللي صاي الموس، وما تسيوش من الفوق، سيو في هذيك الجزء اللي يكون خشين هذاك، وشوفوا النتيجه كيفاش خرج. خرج هايل، طاب بزاف بنين، يعني روعه، سيرتو هكا مع شويه تاع لاصالاد على بالكم تبنات. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوناش بلي جيم بارطاج الاشتراك وتفعيل زر الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايين يا بنات. تهلاو في رواحتكم، نخليكم على خير وسلام.